هو انت على طول واقفين في مصلحتي، انا ادرى باللي اخترته وهتجوزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محسن من قناة عيشة في سلام. موضوعنا النهاردة مش انا اضرب مصلحتها، لا انا اضرب مصلحتي وانتوا واقفين ضدي. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الاباء اللي بيخصبوا بناتهم على الزواج. النهاردة بقى انا هتكلم على العكس. طبعا كان كلامي في الفيديو اللي فات عن الشخص المحترم اللي على خلق، المتدين اللي بيكون مثلا على صلة معرفة بالبنت، يعني طريق العمل، دراسة، يعني حصل صلة معرفة شبه في مكان وتقدم البيت من بابه. تمام. موضوع النهاردة بقى عن البنت اللي بتبقى جايبة شاب، وللأسف بيكون بقى الله أعلم بلطجي، الله أعلم بتاع مخدرات، الله أعلم هو ضحك عليها ازاي، والبنت عمالة عايزة أهلها يجوزوها له بأي طريقة حتى لو هو غلط وحش، أصلا بحبه. في الوضع ده طبعا أنا ضد الكلام ده خالص. في الوضع ده فعلا لازم الأب يتدخل، لازم القرايب يتدخلوا، لازم الأم تتدخل بمنع هذا الزواج، لأن طبعا بنت أيا كان ممكن تكون قاصر، ممكن تكون مش عارفة تفكيرها فين، هو ضحك عليها بإيه الله أعلم، فبتبقى شايفة إن خلاص هو بيبقى فاهمها إن أهلك دول هما الأعداء بتوعنا، بتبدأ التفكير ده يسيطر على مخها والأفكار تسيطر على مخها. وطبعا بتبقى راجع برضو لأساس التربية، إن البنت لو مش متربية كويس أو مش طالعة من بيت كويس تلقائي لازم هتجر للبيت حد مش كويس. أعلم هو ضحك على دماغها بإيه أو مسيطر على مخها إزاي، فطبيعي لازم الأب يكون عنده حكمة في طريقة التعامل مع موقف زي ده، إنه يعني بيحاول يقنعها بطريق غير مباشر إن اختيارها ده خاطئ. لازم يبقى فيه حكمة في إدارة الأمور مع الأبناء. في ابناء للاسف فبتبقى طالعه هو خلاص اللي انا هو اللي كل اللي بعمله صح، ومهما عملت اللي في دماغها هعمله، وبتحصل وبنشوفها الايام دي للاسف. فالشخصيات او الاولاد اللي زي دول لازم بنصاحبهم، لازم نكون مقربين لهم على قد ما نقدر، نبدا نشوف دماغهم رايحه فين حتى لو هننزل بتفكيرنا شويه لهم، مش عيب، بس ان احنا نوصل له بطريق غير مباشر، نوصل لها بطريق غير مباشر ان الانسان اللي انت اخترتيه ده خاطئ، ونبدأ نجيب امثلة بقى مقربة، امثلة من فيلم، امثلة من مسلسل، امثلة من اي شيء، مجرد تذكرة، بنعمل صورة في مخها عامة بالمصير المستقبلي اللي ممكن توصل له. وطبعا في ناس كتير هتنتقدني ان انا في الفيديو الاولاني كنت بقول ان ما انت بتعرفش الشخص اللي جاي لبنتك ده هيبقى انت مش عارف رزقه ايه. الرزق حاجة والتخطيط لما جايب شخص او انسان مش كويس ده حاجة تانية خالص. دي بتنطبق على ايه؟ لو انا فعلا الشخص اللي جاي بده فرضا كان انسان مش كويس وربنا هداه، ده حاجة تانية. لكن لو انا مثلا سألت عنه ولقيته فعلا انسان مش كويس، ده في يوم من الايام هيبقى ابو لولاد بنتي، لازم افكر مليون مرة بالمصير المتحتم على بنتي ده هيكون ايه. ما ينفعش اجيب لولاد بنتي واحد قتل قتلة، واحد حرامي، واحد بلطجي، ما ينفعش. وإذا حصل كده إزاي بنتي قابلته؟ لازم أسأل، لازم أشوف هي وصلت له إزاي أو هو وصلها بأي طريق، وزي ما قلنا برضو بطريق غير مباشر. نبدأ ننزل في التفكير شوية، نبدأ نفكرها يا بنتي الحلال الشخصية دي، ده الراجل ده ما بيشتغلش، هيصرف عليك إزاي؟ يفتح لك بيت إزاي؟ مفيش حاجة اسمها حب وخلاص،
الحب ما بيأكلش. ودي الكلمة بقى اللي هو زي الناس لما بيقولوها، لأن لو يكون واحد جاي كويس وابن حلال ومتدين ويقولها الأهالي اللي ولادهم، الحب ما بيأكلش. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده، او في الجوازة اللي بنته جايبها له، ده الكلمة دي فعلا الحب ما بيأكلش. الحب ده زي ده بيجيب فضيحة وبيجيب قرف. ليه؟ لأن الأب في حد ذاته أساسا مش إنسان مش سوي، فإزاي ده أأمنه على بنتي؟ وإنت إزاي ترضى على نفسك إن تحط باباكي في موقف مش كويس؟ أو صحيح ممكن يقول لها تعالى خلاص عن نتجوز من ورا أهلك، تبقى المصيبة السوداء كمان لو هي اتجوزت وراحت وسمعت كلامه. مطلوب مننا عامة قبل ما البنت بناتنا يقعوا في المواضيع دي كلها او الامور دي كلها، لازم اتحرى بنتي رايحه فين وجايه منين. المفروض انا واحد مربي بنتي عارف بنتي كويس قوي، بس في بعض الاحيان بشوف ابهات وامهات، مثلا الاب مشغول بجمع الفلوس ولا مسافر بره، الام بقى بدل ما تشيل برضو جانب التربيه، لا هي كمان ملبوخه مش عارف في شغلها، لا مش عارف رايحه فين. وللاسف البنت مش لاقي حد تلجأ له، ممكن يكون اخ برضه ملبوخ بشغله مش فاضلها، بتبدأ البنت تدور على الحضن او الانسان اللي يحتويها. مش شرط بقى يكون ايه، ممكن واحد يكون مش كويس بس دخلها بقى بطريقة ايه، اعتبريني زي اخوك زي ابوك، ونظام الحب والكلمتين اللي بتحكوا بيهم على البنات. وفي الوقت ده هي فعلا مش لاقي حد حنين عليها، ممكن تلجأ له، وتبدأ دي بداية المصيبة. فعشان بناتنا ما يوصلوش للمرحلة دي، لازم نحاجي عليهم، لازم نتتبع أمورهم بطريق غير مباشر بالدردشة. مفيش حاجة اسمها ان انت طول اليوم ما تعرفش حاجة عن بنتك او ابنك. عملت ايه النهاردة؟ رحت فين النهاردة؟ اخبارك ايه؟ اخبارك في الدراسة؟ صاحبتك اخبارها ايه؟ تبدأ تسأل هي مصاحبة مين وعارفة مين؟ الله البنت دي بنت مين؟ لازم تدور على صاحبة البنت زي ما بدور على صاحب الولد، لازم بتدور على صاحبة البنت. لأن صاحبة البنت لو مش سوية بتجر البنت للحال أسوأ. ممكن في التربية بتعرضها في الأول، بس يوم ورا يوم بعض الأب والأم بيعمل كارثة كبيرة قوي. فياريت الآباء يقربوا أكتر من ولادهم، ياريت البنات فكري في أبوك اللي رباكي وطلعك للمستوى التعليمي اللي انت وصلتي له، وان هو حافظ عليك العمر ده كله. يا ريت تفكري كويس جدا في الشخص اللي هيكمل المسيرة في حياتك، ما تبقيش تمشي في طريق كله تمام ومتسفلت، وتيجي مرة واحدة تقومي نازلة في رمل وصخر، ما تبقيش عارفة انت رايحة فين، ساعتها مش تعرفي ترجعي. والانسان اللي زي اللي انت هتختاريه ده، لو انسان فعلا مش كويس هتبقى كسره لظهرك، وساعتها تقولي يا ريت اللي جرى مكان. فكري في حياتك كويس، فكري الانسان اللي هترتبطي بيه كويس، يكون انسان بيخاف ربنا بيصلي قبل اي شيء، عشان تعرفي تعيشي معاه حياه جميله وهنيه ان شاء الله، وربنا يبارك لكم فيها. ولو ابوك قالك لا، واستفتي دايما قلبك، لو ابوك قال لك لا وتشاف الانسان ده فعلا مش كويس، خلاص اقفل الموضوع. لكن ما تقعديش تعندي 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 في ابوكي، والانسان اللي يكون معك مش كويس، او فرض الواحد ما بيشتغلش او صايع بمعنى اصح، بس فرحان اللي ضارب لي تيشرت ايه ولا قميص ايه وماشي بقى عايش ستايل لفرحتي. وبالذات لو كنت كمان عايش بفلوس بقى ابوه وامه بقى وما بيشتغلش، ده مصيبه اكبر على فكره، العب من البلطجي كمان، لان ده اساسا ما اعرفش ايه يعني قيمه مسؤوليه. دي تخلوا بالكم منها قوي، اللي عايش بفلوس ابوه وامه ده ومتدلع وما بيشتغلش، ده كارثه كبيره. لان تخيل كده، هو اتجوزك وابوه وامه ماتوا، هيكمل حياته معاك ازاي؟ مش هيعرف، لانه خلاص اتعود ان هو عايش على مصروف ابوه وامه. فكروا في النقطة دي كويس جدا. هيجي بعد كده يقولك انزلي تشتغلي، هو مش عارف يشتغل. فنصيحة للبنات، فكروا كويس قوي قبل ما ترتبطوا بأي حد. طبعا بتكلم الكلام ده للبنات اللي للأسف ممكن تكون متربية، بس في لحظة زي ما قلت
الأب والأم بعدهم، وهي انسقت لشطانها أو صاحبة إنسانة مش كويسة، تمام، وحد ضحك عليها. فده الفيديو ده موجه للناس اللي زي دي، ما تجروش شياطين لبيوتكم، بالله عليكم ارجعوا لنفسكم، فكروا مليون مرة قبل ما تاخدوا طريق زي ده، وارجعوا لدينكم قبل أي شيء. ما فيش حاجة اسمها تخرج مع الولد ده وصاحب الشاب ده والشاب ده ستايل والشاب ده مش عارف ايه، الكلام اللي بيحصل في الجامعات، وشوية مروحة معاه وشوية خارجة معاه، هو في ايه؟ ما ينفعش يا جماعة اللي بيحصل ده، وراجعوا نفسكم وارجعوا لدينكم. الاهالي برضو بالله عليكم خليكم قريبين لولادكم وبناتكم بالذات، وربنا يا رب يبارك لكم فيهم، يبارك لكم في ابائكم يا رب ان شاء الله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. اتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.